بسم الله الرحمن الرحيم. حينما نشاهد الجرائم الفظيعة التي حدثت في منطقتنا وتحديدا في دولة البحرين الشقيقة مع الشعب البحريني وكذلك ما حدث للمسلمين في السعودية وجريمة النكراء التي ارتكبت بحق الشهيد السعيد الشيخ النمر وما يحدث في سوريا وما يحدث في العراق تجعلنا طبعا نتحسس من التدخلات الغير مبررة وخصوصا ومن الدعم الواضح للمجاميع الإرهابية وتحديدا لداعش ومن قبل داعش لجبهة النصرة ومن قبل هذا وذلك القاعدة في أفغانستان. لذلك بتنا على قناعة أن هنالك مصدر واحد للإرهاب في كل المنطقة وهو الفكر الوهابي، الفكر الوهابي السلفي الذي تتبناه دول بحد ذاتها في المنطقة. لذلك نحن نتحسس من هذه الدول ونتمنى أن تصل هذه الصرخة وهذه الأصوات الشريفة الحرة إلى أبناء تلك الدول الذين يعانون من جور حكوماتهم وجور والممارسات البشعة لكي ينتفضوا ويثوروا ليلتحقوا في ركب الشعوب العربية التي تطالب بالحرية الصادقة والديمقراطية الحقيقية. السنة في العراق جزء أساسي من تركيبة الشعب العراقي وهم موجودون في أعلى المستويات في رأس الجمهورية ورأس الوزراء وفي البرلمان، والحكومة العراقية أحرص على أبناء شعبها من الآخرين. أنا أؤكد لك أن الحقوق التي تتمتع بها سنة العراق أفضل بكثير من الحقوق المختصبة والمنتهكة لشيعة البحرين وهم الأكثرية ولشيعة السعودية الذين يقطنون في المنطقة الشرقية التي هي مصدر الثروات والخيرات للسعودية. لذلك ليس من حق أي دولة التدخل بالشأن العراقي. نحن نؤكد على سياسة حسن الجوار وندعو لإقامات علاقات طيبة ومتوازنة في المحيط العربي والمحيط الإسلامي. أما التدخلات باسم السنة وباسم الشيعة هذه تدخلات مرفوضة، ونحن ندعو الدول التي تتباكى على سنة العراق أو على غيرهم أن تهتم بشعوبها وأن تهتم بالأقليات الموجودة لديها، فهذا أفضل لهم بكثير. الحشد الشعبي هو صناعة عراقية وإنتاج عراقي بامتياز تشكل بالفتوى المباركة للمرجعية الدينية ممثلة بالسيد سماحة السيد علي السيستاني. وأنا أؤكد لك أن الحشد هو مؤسسة رسمية عراقية تخضع للقيادة العامة للقوات المسلحة في العراق، والحشد كأي حركة تحررية في العالم ستكون له علاقات طيبة مع أحرار العالم. وأؤكد لك لو أن جيفارا كان موجودا لانتمى إلى الحشد ولا أصبح قائدا في الحشد، فما بالك بدول جارة للعراق أمنها مرتبط بأمن العراق. لا شك سيكون لنا معها علاقات إيجابية طيبة.